وبين جامعة الكفاءات المغربية المقيمة في الخارج في صمت يمين هذه الندوة لهذا الفضاء الجميل الذي يحمل مختلف الدلالات ولكن يحمل دلالة عميقة جدا أننا في المغرب لنا تراث وبهذا التراث نحن نقول نحن الأقوى في الموقع الاستراتيجي المغربي في المحيطات والضفاف. السيد رئيس جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج السيد رضوان القادري مشكورا على تعاونه وعلى انفتاحه على الطاقات النسائية المغربية والإفريقية. السادة الحضور وممثلي المؤسسات الوطنية الإدارية والسياسية والمدنية، السادة السفراء والسيدات الوزيرات والوزراء أصحاب السعادة، الأخوات في المكسب الدائم لرابطة كاتبة إفريقيا مكسب المغرب، الأخوات من الفروع والأقاليم والجهات في المغرب لرابطة كاتبة المغرب وإفريقيا، الأخوات والإخوة أعضاء جامعة الكفاءات المقيمة بالخارج، أصدقائي الأفارقة والإفريقيات الحاضرات بيننا من الدكاترة والكتاب، شكراً على حضوركم وتواجدكم بيننا. ممثلي وسائل الإعلام، زملائي الأفاضل، شكراً بهذا البهاء الذي سينقل هذا المكان الجليل ونحن في عام فيه التحدي الرقمي وفيه الإعلام شريك استراتيجي للنهوض بأية قضية وللنهوض بأية دولة. أيها الحضور الكريم، يأتي طرحنا لموضوع الندوة المتعلق بقيم الأسرة المغربية بين البلد الأم ودول الاستقبال في ظرفية وطنية وإقليمية ودولية تتسم برفع منسوب التساؤل حول الأمن الثقافي المجتمعي الفكري والهوياتي بعد التحولات الكبرى التي عرفها العالم وتقلصت فيها المسافات بين مختلف الجغرافيات والمجالات واتسعت فيها بوادر التحول في المفهوم الهويات نفسه كما كان متعارف عليه ليصبح مفهوما بمواصفات متداخلة تنمحي فيها الهويات التي لم تصمد أمام التحديات الرقمية على الخصوص وتعزز فيها الهويات التي خلقت خرائط عمل مؤسساتية واضحة وفاعلة. وإذ نتواجد هنا في هذا المكان الجميل فإننا بهدف تفعيل هذا العمل المؤسساتي المنتج والفاعل والمسؤول والجيد الذي دعا له صاحب الجلالة نصره الله وأيده. وإن كنا في هذه الندوة العلمية كمبادرين بطرح السؤال مع شركائنا في جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج ودار الحديث الحسنية مشكورة بما في ذلك من دلالات ورسائل، فإننا نؤكد افتخارنا بالأسرة المغربية الموجودة في الخارج كما نفتخر بالامتحانها بوطنها الأم والتشبث بثوابت الأمة وركائزها والدفاع عن رموزها في مختلف الوجهات تحت شعار الله الوطن الملك. شكراً لجامعتنا المغربية. لقد عبرت هذه الأسر عبر مختلف المحطات التاريخية عن استكمال رسالتها والحفاظ على توازنها بين دول الاستقبال والوطن الأم، معتبرة نفسها سفيرة مكلفة أولاً بالحفاظ على قيم الأسرة المغربية كما هي مكلفة بالدفاع عن القيم الشبيهة في دول الاستقبال، مجسدة موقف المغربي المنفتح والشريك الاستراتيجي عالمياً في الدفاع عن هذه القيم سواء تعلق الأمر بالحقوق الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية أو الروحية باحترام كافة العقائد مع الترافع على ترسيخ ثقافة الحوار وحوار الأديان. إننا وكافة شركائنا في جامعة الكفاءات المغربية المقيمة في الخارج وكذلك الشريك الذي نريد أن يكون استراتيجيا هو دار الحديث الحسنية، وأكررها ونحن نمد يدنا لجميع الفضاءات التي
تريد أن تعمل بجدية وبشراكة من أجل هذا المغرب الجميل. كما أننا في رابطة كاتبات المغرب والمكتب الدائم الإفريقي نعي حجم إمكانية الثقافة الأخرى في الاتساع والهيمنة والقدرة على تغيير المسارات والتحكم في الذاكرات، وفي أحيان كثيرة بحوها لكي تسود هذه الثقافة المهيمنة عبر العصور والمهيمنة عبر العالم الرقمي. يساعدها في ذلك انتشارها المؤسسات عبر المحيطات والأقطار، وهي الثقافات التي بقدر ما دافعت عن التعدد الفكري والثقافي والمعرفي، بقدر ما سقطت في تكسرين مبدأ الشمولية والهيمنة. كما أننا نعي جيدا الإمكانيات التي أتاحها العالم الرقمي كما قلت، لكنه عالم بسيف ذو حدين، لأنه عالم أتاح كذلك لثقافات أخرى أن تبرز للوجود بعدما كان الأمر حكرا على الدول التي تملك الإمكانيات الكبرى كي تسود بالفعل وتسود بالقوة مع الأسف. أمام هذا الملح نحن نقدر عاليا استراتيجية المغرب التي ظلت حاضرة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده، أن تظل حاضرة من مختلف الواجهات كما قلت بإرادة حكيمة للمؤسسة الملكية في مختلف المحطات، كي نجد المغرب اليوم يحصد النتائج الإيجابية لهذه الإرادات، ومنها بطبيعة الحال الدفاع المستميت عن جاليتنا المغربية للخارج التي تواصل التحامها بوطنها الأم مؤكدة ذلك في كافة المحطات الحاسمة. وهو تأكيد متواصل على الانتماء العميق للأجيال المتعاقبة على قيم المغاربة وانتمائهم للأمة وحفاظهم على أصولهم وتمغربيتهم. والآن تأثريات كذلك، يعني كي نهدي ورودا لورودا يعني من القلب لإخواننا الأفارقة الموجودين بقاع وتحملوا مشقة السفر من أجل التوفيق. لأن هذا العدد القليل يمثل كافة المفكرين الأكاديميين في إفريقيا مجسدين إيمان المغرب بالقيم المشتركة للمملكة المغربية التي شكلت ما على مر العصور أرضا للحوار ونموذجا يحتذى به في التسامح واحترام الآخر. وأنا أتحدث هنا يعني تحت إشراف مؤسسات وأساتذة ودكاترة اشتغلوا بنفس طويل من أجل إبراز هذه الإرادة، إرادة التسامح وإرادة الحوار، وذلك هو المغرب الذي يقلق بعد المحطات وبعد الجوارات التي تشكل اليوم لنا خصما. إن هذا المشترك في القيم الكونية جعل من المغرب بلدا متعددا ينفرد بتنوع ثقافي ولغوي استثنائي تنصهر فيه كل المكونات العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية الغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والمتوسطية. وهو المغرب الذي ينبغي اليوم أن نعزه ونحافظ عليه بمزيد من الاشتغال بنشر قيمنا عبر تجسيدها في سلوكنا وتعاملنا كمغاربة مع كافة التحديات والمنزلقات والظواهر المعزولة. ولن يتأتى ذلك إلا بدعم متواصل لهذه الثقافة عبر تجديد آلياتنا وتطويرها وتعزيز المصادر والقوانين وملاءمتها مع الضفاف والبحث عن الحلول مع كافة هذه الضفاف بنفس الإرادة التي ماتت عن صاحب الجلالة أيده الله ونصره يدافع عنها في مختلف الخطابات الملكية التي ينبغي اليوم أن تشكل لنا كمغاربة داخل الحدود وخارجها نبراسا للعمل والتخطيط، فكلنا مسؤولون ومسؤولات من كافة الوجهات. أيها الحضور الكريم، وفي الأخير إننا في رابطة كاتبات المغرب ورابطة كاتبات إفريقيا المكسب الدائم فريق المغرب الذي ترأسه المغرب في مكسب دائم السنة الماضية بمؤتمر حضرته 40 دولة إفريقية من غرب إفريقيا وشرقها وجنوبها وشمالها عاقدات العزم ككاتبات أن نشتغل في هذا الصدد عبر مكاتبنا في الخارج بأوروبا وإفريقيا ومع جامعة الكفاءات المغربية من أجل الدفاع عن القيم التسامح والحوار الحضاري
والفكري والتكافؤ بين الضفاف. إننا مؤمنات ككاتبات أن الدفاع عن السلم والسلام وعن كون المتعاون والمتضامن لا يمكنه أن يترسخ إلا بفكر منفتح مبني على القيم المشتركة في الفكر والمعرفة والحياة، ومبني على التعاون وبناء جسور المحبة والسلام والتنمية الثقافية التي تشكل رافعة للدفاع للدفع المجتمعات نحو الاستقرار والسلام والازدهار. وقبل أن أودعكم في كلمتي هذه، فإنني أود أن يعني أشد على يدي الدكتور مصطفى الكتيري المندوب الإسلامي لقدماء المقاولين وأعضاء جيش التحرير، كما أشد اليد على سيدي محمد أصبان رئيس المجلس العلمي الجهوي، وأشد يدي على أخواتي نزهة الوافي وعلى كافة الأخوات الموجودات في مصر وكافة الأخوات اللواتي بطبيعة الحال والإخوة اللواتي ذكرناهم في كلمة موحدة مع رئيس السيد رضوان قديري رئيس جامعة الكفاءات المغربية المقيمة في الخارج. مرحبا بكم، وإن شاء الله سنكون دائما على رقاء من أجل هذا المغربي الجميل وطننا العزيز.